أول شغلة واجهتها كانت بالكنيسة وجدت كانت صدمة لإلي شوي إنه في ناس تطلع فيها تطلع فيني إنه أنا بعدني جاي من خلفية إسلامية، فأنا كان علي علامة استفهام. وكانت أسمع كمان أوقات عبارات هيك كانت مأزية لإلي، فخلتني أتأذى شوي روحيا. يعني الكنيسة بشكل عام ببدايتها ما عرفوا يتعاملوا مع ناس جايين من خلفية غير مسيحية، فدخلت على جو حاسي لازم احمي نفسي ولازم اثبت نفسي بدل ما انا ادخل على جو يكون في سلام. يكون في I don't have to اثبت نفسي لحدا، I just have to بس اتعلم وانما بعلاقتي. يعني كانت شوية تشالنجز، كانت شوي صعبة هالأمور، كانت شوي فيها تحدي كتير. خليني أقول لك شيء في البداية. يعني ما كانش كتير مسلمين يجوا للمسيح. مزبوط. الميديا لعبت دور كبير والناس صارت تعرف وصارت تدرس وصارت تبحث، واليوم اللي عاوز يعرف معلومة حتى لو أنا ما تكلمتها اليوم في بحث في جوجل في أي إشي عاوز يعرف أي معلومة ممكن يقرأها. أنا بالنسبة إلي شخصيا أنا أؤمن إنه المسلم ما بيختلفش عن المسيحي، الاسم بقصد البوذي أي إنسان. وإذا واحد مسيحي آمن بالمسيح هذا لازم يعني نرفع له التحية، وإذا مسلم آمن في المسيح نفس الشيء. لكن شو اللي صار؟ بعض الخدمات اللي تصرفت بسلوك مش ناضج حطت بعض المؤمنين من خلفية إسلامية في مواقع قيادية. والنتيجة إنه صار في يعني أحكي الكلمة اللبنانية التعثير. بالفلسطيني تفركش، يعني فركشت. الأمور صارت مش بالأمور الصحيحة. بعدين صاروا يطلعوا في قرارات لازم يكون في اجتماعات بس للي جايين من خلفية إسلامية والمسيحية، كأنه صار في نوع من الفصل. فأنا واحد من الناس اللي حارب هذا الشيء كتير إنه لا، الكنيسة من أول الكنيسة كان يهود وأمم. ما فيش تفصل يعني، وبالعكس بنتعلم. اليوم في وضع تاني أخت فادي، اليوم تغير الوضع. اليوم صار إشي عادي، يعني إحنا بخدمتنا شفنا مئات الألاف اللي أجت للمسيح. وما منميز بين مسلم ولا مسيح، أجل المسيح وصار مؤمن بالرب يسوع المسيح. اليوم تغير، صار في قبول، صار في تفاهم. في طبعا مشاكل كتير للأشخاص اللي بيجوا من خلفية إسلامية بحيث إنه عايشين في مجتمع إسلامي مثلاً ووضعهم محرج جداً، وبيصل مثلاً في البعض لموضوع الزواج مش عم بلاقي حتى يتزوج، فبيضطر إنه يتزوج مسلمي أو مسلم أو مزبوط. بسبب ضغط الأهل. مزبوط. في هاي كلياتها عم تتعالج يعني عن طريق الدراسة والنضوج والمؤتمرات، وهذا اللي أنا حاس يمكن أنت اللي مريتي فيه، لأنه كتير ناس يعني هو من خلفية إسلامية، هل فعلا أنا بصدقش واحد مسلم يصير مسيحي؟ يعني أكيد في مصلحة. مع إنه في ناس عم تدفع ثمن وبتتألم وبتهرب لحياتها. أنا بتكلم على ناس في مواقع سياسية في مواقع دينية عالية. مزبوط. بسبب إنه دفعوا مش محتاجين لفلوس أصلا. غنيا بيعطوا فلوس لنص الدنيا. لكن آمنوا بالمسيح وفعلا مرات عدم الحكمة في التعبير هي اللي بتسبب كل هاي المشاكل. فأنا حبيت أحكيها وكمان المشاهد يسمعها على أساس كمان في المستقبل ننتبه إنه كيف نتعامل. ومش بس أنت، أنا كنت أحب الكتاب وأقرأ. أنا كان نفسي كمان أخذت وقت أكتر قبل ما أبتدي بالخدمة. وهي هي صرخة كل واحد. بس الرب صقلك شكلك وعمل منك فادية اللي هي أنت اليوم، وبعده بشكل فيك ولا بعده بشكل ما بدي يوقف. لا مش رح يوقف.